رب العالمين أولا إلهي بام هاتك الله إلهي نقول سمي إن سنة بدقليا وقبصنا دور شدي قلها الديان كي قلها وكيلة أكا قبصنا مي دلك الجمهورية السومال لان قوي بسطن كي مي لباكن إيو قوي بلاتان كي ما أنت واحد نسير رسمي يقول دواق دونا هرع نتيجة دي هرع هيد نتيجة دي هرع هيد أقولها الدجاج كا دقيمة بربرة مرك أروح أروح ما هذا نغنى لما أنا عيدا كقلب كسيدة يا سيدة هاجر لا أنت ولا شقيني أي أنت يا هوش سعتي بهذا صحافة ده يا لما أنا هالولد أنا ذا كله أنا أقول رأي قضب قضب كس بقول يصدنات إيه حير ككميش كدورشوين كا حير نمبر قوي بس جاشن لو بكون يلا باتن وحنش سير رسمي أقول واقع دونا نتيجة هرعة يقولها ديجان كدقمة بربرة سيدا لوك على هلاي كراستا قولها ديجان كا واسيدا سوسعة حسب جاوع دو حكوك ولستي صدح كرسي حسب جا كل مية وحكوك ولستي أفر كرسي يا كرسي فرق شنا حسب جا وطن لو حكوك ولستي صدح كرسي يا كرسي فرق شنا ترى ذا جود ترى ذا جود ماذا بربرة حسب جاوعد وأكون يا أفر بقول سديت يا سجال عد حسب جا كل مية أفر يا طبعا كون أفر بقول سديت يا سجال عد حسب جا كل مية صدح يا لعتان كون سديت بقول يا أفر عد حسب جا وداني شني طبعا كون أفر بقول يا تضبعت يا تضبع عد وإذا تجود أكو عد يسي دقمدة بربروا صدح يكون تكون تضاب قليه تضابات يستجعل عد حسب جوعد وح أكو نمبر 101 محمد إبراهيم إسماعيل أكو جوليستي صدح كون بقول يصدح يلي حدا عد وعكو حجة أحمد حاجة علي عينبو oo ku guuleysta 1679 cod xildhibaanka saddexaad waa jaamac maxamed abdi caatay oo ku guuleystay 1612 cod wuxuu helay saddex kursi xisbiga ucid xisbiga kulmiye oo ku guuleystay 4 kursi iyo kursi jajaba oo dhexyaala waxa ugu horeeya number 101 abdi shakur maxamed xasan 201 عفن عبد الشكور محمد حسن شنكون يسديد بقولية تضبعات عد 207 عبد الرشيد نور وعيس برالي صدن 205 أحمد عبد الله ويد ديرية لبكوني أفر بقول 211 محمد حاج محمود محمد لبكون تضبعات يصدح عد 209 علي عبدي محمد علي كون يسجال بقول يشان يسجاشن عد 202 عبد الرشيد حاجي يوسف عبد الرشيد حاجي محمد يوسف عبد الرشيد محمد حاجي يوسف كون يسجال بقول كوي بيصدن عد ودرت جود حسب جو هلا وافر كرسي يا كرسي تشابا وشان كرسي حسب جو وضني وحاجوه الرئيا 313 نور عبد الشام عبدي لبكون أفر بقول كنت يليح عد أيك قول استي 303 آذن حسين يوسف حسن لبكون لح بقول تضبيه لباتن عد أيو اسنه علي 302 ألف محمد عبد الله علمي حسن كوني أفر بقول يكو أبيو أفرتن عد أيك قول استي 305 باشا عبد الله إبراهيم كوني يصدح بقول سديت يا سجال عط وواحد وكرسي سنة شاب كها ودرت جودة كوجول استي حسب جوا صدح كرسي يا كرسي كشاب كها ودرت جودة أفر كرسي عاد بانتكم هذا نغير دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو كدولينا قلب كا قل يصدونات حركة دور شوين كا جود يديو أنجلين تعود بحياشة حير نمبر كوبي سجاشن 2020 anagoo maanka ku hayna ahmiyadda ballaaran ee qaranka ay u leedahay ku dhawaaqista doorashooyinka gobolka saaxil
annaga oo tixraacayna isugeynta wadarta guud ee codadka ansaxay ee degmada iyo gobolka saaxil dhammaantood ee heer qaran, annagoo garwaaqsan daahfurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka murashaxiinta saddexda xisbi qaran, waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa natiijada horudhaca ee golaha baarlamaanka gobolka saaxil. Guud ahaan gobolka saaxil waxaa ka codeeyey 56,786 cod bixiye. Waxa sida xisbiyadu u kala horeeyaan, xisbiga UCID waxa uu ku guuleystay 3 xildhibaan oo ugu horeeyo Cali Jaamac Raale Barre Cali Qaran oo helay 3,362 cod, Maxamed Jaamac Liibaan Cawaale oo helay 3,060 cod, Mubaarak Xuseen Maxamed Xeeldheere oo helay 2,384, saddexdaa xildhibaan waxay kaga soo baxeen xisbiga UCID oo ay ku guuleysteen xubinimada baarlamaanka. Xisbiga Kulmiye waxaa ugu horeeya Injineer Xirsi Cabdillaahi Xirsi Oodowaa oo helay 5,076 cod. Xildhibaanka labaad ee xisbiga Kulmiye waxa weeyaan Aadan Cismaan Xarbi Cawaale oo helay 4,790. Xildhibaanka saddexaad waxa weeyaan Cabdillaahi Muuse Cabdi Cawaale oo helay 3,318. Xildhibaanka afraad waxa weeyaan Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse oo helay 2,478. Xisbiga Wadani waxa uu helay 2 xildhibaan iyo xildhibaan ku soo baxay Jajabka. Labada xildhibaan ee hore waxa weeyaan Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud oo helay 3,499. Xildhibaanka labaad waxa weeyaan Xasan Cumar Xasan Rooble oo helay 3,026. Xildhibaanka saddexaad waxa weeyaan ku soo baxay codka Jajabka ah Cabdiraxiim Hugur Cabdi Guule. Xisbiyadu sida ay codka gaargaarka u kala heleen waxa weeyaan xisbiga UCID wuxuu helay 2,456 cod, xisbiga Kulmiye wuxuu helay 22,576, xisbiga Wadanina wuxuu helay 18,745 cod. Sidaas ayay natiijadu ku ansaxday.